السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بالمحاضرة العاشرة من مادة الذرية. شباب، هذه المحاضرة جدا مهمة. ليش؟ لأنه ما راح تلقون أحد شارحها باليوتيوب، راح أشرح لكم إياها بالتفصيل. شباب، عندنا اليوم نظرية الاستطارة للعالم راذرفورد. نظرية الاستطارة، حتى يطور نظرية الاستطارة لجسيمات ألفا بواسطة النواة الذرية، يعني لازم ترجع المحاضرة قبلها حتى تعرف على شنو دا أحكي. افترض العالم راذرفورد أربع افتراضات. أول شيء أن جسيم ألفا والنواة يعني صغيران جدا، بحيث يمكن اعتبار كل منهما جسما ذات كتلة وشحنة نقطية. هذا أول افتراض. الافتراض الثاني، القوة الوحيدة المؤثرة بين جسيمات ألفا الساقطة والنواة هي قوة تنافر كولوم. يمكن استخدام الميكانيك التقليدي لمعالجة هذه الظاهرة. طاقة الارتداد للنواة بسبب تصادمها مع جسيمات ألفا يمكن إهمالها بسبب صغرها، وهاي راح نشوفها إن شاء الله، يعني من أحل أسئلة الفصل راح نشوف هذا الشيء. طبعا لما اوجه، لنفرض هذا عندي، هذه قطعة من الذهب، ووجهت جسيمات الفا، هذه الفا هي ترمسها، وجهت مجموعة من جسيمات الفا على رقاقة معدنية من الذهب او اي عنصر، يعني اي عنصر بالطبيعة، شنو اللي راح يحصل؟ شباب، راح يحصل تأثير متبادل. بين من؟ بين نوة هاي النوة، نواة الذهب، بين النوة وبين جسيمة ألفا الساقطة، هذا شو نسميها؟ التأثير المتبادل. فراح تستطار جسيمة ألفا، ليش تستطار جسيمة ألفا؟ لماذا؟ هذا تعليل جدا مهم. الجواب، بسبب صغر كتلتها. بالرغم يعني من قصر الجواب، لكن هو جدا مهم، مقارنة مع يعني نواة العنصر، طبعا اذا افترضنا ان الزيت اللي هو العدد الذري في الاي، بالتالي راح تصير عندي شحنة النواة، وعندي كذلك ام اللي هي كتلة جسيمة الفا، وعندي كيو شحنة جسيمة ألفا، والفي سرعتها الأصلية، طبعا راح تصير عندي هنا قوة تنافر، بين من؟ بين شحنتي النواة، وجسيمة ألفا. ليش؟ لأن اثنيناتهن موجبات، وبالتالي من قانون كولوم اللي هو الاف يساوي لي K، راح يصير ZE في Q على R سكوير، الR شي يمثل؟ الR يمثل المسافة بين النواة في الرقاقة وجسيمة ألفا الساقط، الK اللي هو ثابت تناسب كولوم، شباب رجاء، هذا اللي راح أحكي جدا مهم. وبسبب قوة تنافر كولوم، يكون مسار جسيمة ألفا بشكل قطع زائد. رجاء هذا ركزوا عليه، جدا مهم، وتقع بؤرته
وتقع بهرته في الجانب المحدب. هذا جدا مهم. ليش؟ لأنه بعض الدكاترة يغيرون به، بعض الدكاترة يغيرون به. طبعا إذا افترضت هذه جسيمة ألفا راح تنطلق بسرعة، راح تنطلق بسرعة اللي هي V، اللي هي V. هنا راح تصير عندي زاوية. ليش؟ لأنه راح تستطار بهذا الشكل، راح تستطار بهذا الشكل، وبالتالي راح تصير عندي زاوية مقدارها ثيتا، زاوية مقدارها ثيتا. هنا طبعا عندي النواة، النواة، وهذا بي اللي هو معامل التصادم، اللي هو معامل التصادم. هذا شنو يمثل الشكل؟ يمثل الشكل انحراف جسيمة ألفا، يعني شلون نقول لما تقترب، لما تقترب من النواة، لما تقترب من النواة. طبعا يكون مسار الجسيم بخطين منقطعين، بخطين منقطعين، اولهما باتجاه سقوط جسيمة الألفا، وثانيهما باتجاه انحرافه. ونعرف الزاوية الثيتا يعني بين الاتجاهين بزاوية الاستطارة، بزاوية الاستطارة. اما البي فقلت لكم هو معامل التصادم او الامباكت بارامتر. شنو معامل التصادم؟ تعريفه، معامل التصادم هو يمثل، اصغر مسافة يبعد، بها جسيم ألفا عن النواة، لو استمر باتجاه، الأصلي بدون انحراف. طبعا هذا ما شوف الدكتور ما جابه، طبعا زاوية الاستطارة راح امثلها بالكوت، كوت ثيتا على 2 شو تساوي لي؟ تساوي لي ام في سكوير على كي زد اي كيو سكوير، كيو سكوير. هسا انا معامل التصادم اللي هو البي راح يساوي لي كي زد اي كيو على ام في سكوير كوت، ثيتا على 2، الان نفترض، انه عدد جسيم، يعني عدد كبير من جسيمات الفا تم توجيهه بشكل طبيعي على الرقاقة من مادة مساحتها A، وسمكها T، وعدد ذراتها N. هذه الافتراضات جدا مهمة شباب، يا ريت تكتبونها وياي. عدد ذراتها يعني لوحدة الحجم N، عدد الذرات لوحدة المساحة من هذه الطبقة، او ممكن يقول لك عدد النواة لوحدة المساحة من هذه، ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي الان في تي، ولذلك راح تواجه عدد من النواة يبلغ يعني عددها يصير ان في تي في اي، او اي جسيم الفا، تؤدي به سرعته الابتدائية الى مسافة بي اللي هو شو نسميه معامل التصادم، من النواة راح يستطار بزاوية، ركز لي بها، مساوية، او اكبر،
من ثيتا، مساوية أو أكبر من ثيتا. طبعا الثيتا منين راح ننطيها؟ راح ناخذها من هذه المعادلة اللي نسميها معادلة رقم 2. هاي معادلة رقم 1، هاي معادلة رقم 2. الثيتا تقدر تاخذها منا. طبعا كل ما كان الجسيم أقرب إيش راح تكون مسافة التصادم؟ أصغر أو معامل التصادم. وبهاي الحالة راح تكون زاوية استطارة ألفا بشكل أكبر. بهاي الحالة راح تكون استطارة ألفا بشكل أكبر. خلينا نرسمها شباب. حتى ارسمها فراح افترض هذا المقطع. هذا هنا عندي المسار، هنا عندي النواة، هنا عندي النواة، هذا عندي اللي هو راح نسميه ألفا واحد. شنو راح يصير لما يقترب من النواة؟ راح يستطار بزاوية. وكذلك الألفا 2 لما تقترب منا راح تستطار بزاوية. زين هذه النواة إذا سحبت هيك معاملات، سحبت هيك وعندي هيك معامل، هذه مو راح تكون لي زاوية؟ راح تكون لي زاوية. وكذلك هنا راح تكون لي زاوية. إذن عندي ثيتا 1 وعندي ثيتا 2 وعندي ثيتا 2. هنا هذا شو يسميه؟ هذا يسميه المساحة اللي هو باي بي سكوير، هاي المساحة الأولى. هذا بي 1 هذا بي 2 المساحة الأولى. المساحة الثانية كذلك مساوية باي بي 2 سكوير. شباب اللي دت لحظة انه نقصان زاوية الاستطارة، بزيادة معامل التصادم، ليش لما نقترب جسيمة الفا اللي هو الفا واحد والفا اثنين متساويات بالطاقة اقتربا من النواة اللي هي شحنتها موجبة اللي هي زد اي. طبعا كان الاقتراب، نسميه بمقدار معاملي التصادم اللي هو بي واحد وبي تو. طبعا بي واحد اصغر من بي تو، وفقا لهاي المعادلة اللي اخذتها، وفقا لهذه المعادلة راح تكون زاوية اللي استطار بها اللي هي ثيتا واحد اللي هي استطار بها جسيم الفا واحد اكبر من زاوية اللي هي ثيتا اللي استطار بها ثيتا 2 اللي هي ثيتا 2. طبعا حتى نحسب احتمالية تواجد جسيمة الفا، ضمن هذه المسافة، راح نفترض دائرة نصف قطرها بي، مرسومة حول كل نواة، راح يكون عند مساحة المقطع العرضي اللي هو راح أسميه سيجما. شو يساوي؟ يساوي باي بي سكوير، مساحة المقطع العرضي يعني المحيط بكل نواة، شو تمثل شباب؟ تمثل المساحة الفعالة، لإحداث الاستطارة، أي المقطع العرضي للاستطارة، نسميه المقطع العرضي للاستطارة.
طبعا هنا المساحة الفعالة الكلية، ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي مساوية لعدد نواة الهدف، لعدد نواة الهدف اللي هو الان تي في اي مضروبا بمساحة المقطع العرضي، مضروبا بمساحة المقطع العرضي اللي هو منو؟ اللي هو السيجما، اللي هو السيجما. طبعا راح تكون للنواة واحدة، راح تكون للنواة الواحدة، بالتالي راح يصير عندي N في T في A في سيجما، N في T في A سيجما. طبعا بسبب انه كل جسيمة ألفا، كل جسيمة ألفا راح يوقع لي على مسافة، على مسافة مقدارها B، على مسافة مقدارها B اللي هي مسافة أقرب اللي هي اللي عرفناها، أو معامل التصادم اللي هو أقرب مسافة، راح ينحرف بزاوية مقدارها ثيتا، راح ينحرف مقدارها بزاوية ثيتا أكبر أو تساوي ثيتا، أكبر أو تساوي ثيتا. طبعا الكسر راح يصير، ايش عندي الكسر شباب؟ راح يصير عندي اف، الاف شو يساوي لي؟ راح يساوي لي ثيتا اكبر او تساوي عدد جسيمات، عدد جسيمات الفا المستطارة، عدد جسيمات الفا المستطارة اللي هي اكبر من ثيتا، يعني اكبر او تساوي ثيتا، على عدد جسيمات الفا الكلية، على عدد جسيمات الفا الكلية. ايش راح تساوي؟ راح يساوي للمساحة الفعالة على اليمن على مساحة الهدف، على مساحة الهدف. بهاي الحالة الاف، بهاي الحالة راح يساوي لي شنو؟ راح يساوي لي ان في تي في اي في سيجما، هسه هاي الاي مع هاي الاي تختصر، فراح تساوي لي ان تي في سيجما اللي هو معامل التصادم على اليمن على ان، بالتالي راح يساوي لي اذا ارجعه باي بي سكوير، باي بي سكوير. طبعا راح نعوض، راح نعوض عن هذا بالمعادلة، راح نعوض بالمعادلة. شو يصير عندي بهذه الحالة؟ هسه الاف انا قلت يساوي لي باي ان تي بي سكوير، ان تي بي سكوير ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي باي ان في تي، افتح قوس الله موافقة، كي زد اي في كيو على اليمن على ام في سكوير كوت ثيتا على اثنين، هذا الكل سكوير، هذا الكل سكوير. اذن من مميزات يعني الرفع انه يتوزع على الضرب، بالتالي راح يطلع عندي الاف شو يساوي لي؟ يساوي لي باي ان في تي على اليمن على كي اي على كي زد اي كيو ام في سكوير، هذا الكل مضروب على كوت سكوير ثيتا على اثنين. مو تجي ترفع لي الزاوية، مو تجي ترفع لي الزاوية. هسه سؤال، لماذا لماذا يجب أن تكون الرقاقة نحيفة جدا؟ يعني بهذه الحسابات
ليش الرقاقة لازم تكون نحيفة جدا؟ هذا السؤال جدا مهم، هذا السؤال جدا مهم. حتى لا ما تصير حتى، نقول بحيث ان المقاطع العرضية، المقاطع العرضية للنوى المجاورة، للنوى المجاورة لا تتداخل، لا تتداخل مع بعض، مع بعض، بحيث وإن انحراف جسيم ألفا المستطار، وإن انحراف جسيم ألفا المستطار يحدث بمواجهة نواة واحدة فقط، نواة واحدة فقط. شباب لهنا راح أتوقف أني، لهنا راح أتوقف أني، إن شاء الله أكملكم بالمحاضرة اللي تجي على مود لا يطول الفيديو، على مود لا يطول الفيديو. ومع ألف سلامة، ويا ربي نشوفكم بألف خير.